قال يا حبي ثمر جرية ولا انا وذنيا جراري جراري تشيلي تشيلي صباح الخير سي شيل. نهارك زين. سي شيل هاني ماشي نخدم. باهي باهي. واه ما تقوليش ربي عينك ولا ربي معاك ولا حتى. عجيب فاش قام؟ باش تظهر لي انت راضي عليا، ما نحبش نعمل حاجه بصفه عليك. بربي علاش قيمتي بربي اش عملت لك؟ سي شيل عندي حاجه نحب نقولها لك. هاني نسمع فيك. سي شيل انا نحبك ياسر وما عندي حتى حد غيرك. شنو هذا يا بنتي؟ مشيتش تسمع بنتك؟ Thank you.
عجبني شعري اليوم دي حل الباب يا سطيش يا رمز هل دي حل الباب ولا تو نخلع عليك الباب بالذي لا حل شنو يا هذا يا رمز شنو هاكا تقوى على قماير في جناب وهاكا تسعيبني كربك الله لبن فراسك شو هذا شنو هذا اش يهمك يهمني على خاطر القماير مش بيت في المخزن بيت عند عند صاحب النجع عند صليح اي وانت كرمك الله منين ليك وانت بابا الشهم هكا اسمع والله اذا نسب لها بنا على من خوك العطاب من وريك شو تبتيه الخطر من لعبثة حل الباب يا هامل حل القماير لكش باش تحل الباب توا ولا يا ولدي يسي من هدا الهدود يا ولدي حل عنيك ما ريتش شروطات مركبه ريت دبر على بابا صباحنا صباح الخير اخي قل لي ما تقوليش بيه الحومه مقلوبه على فارده يا خويا بصمته يا ستار ما تنجمش تصبح يا سي عبد الستار اخي متقارين متقارين انت وكل عبيثه باش قايم رقود الجبانه ولا ما سمى عبيثه كان مرتك الا بهيجه نب عليك وزدت نب عليك ما عرفتش بهيجه عينيك انا مانيش بتملك بالنسبه للدين ودي لا مش كيبيك بالنسبه انا مش كيبيك لا لقيتني متشعبت في زيتون تجدود جدود ما يصيرش واحده اخونا شهره السبعه وهي تبرع صوتك الرعد تكمل انت يا هدمة تذن كسردوك للنصر السبعة ونصف وانت كرمك الله ثمانية النارم تطلع روحك كرمك الله تطلع روحك انا انتي. انا هدمة انت ملالك عمك لي يا جران جران نعيمة وين تسكن؟ قالوا تسكن في وكالة برا عاد شوف طوى ناهي من الوكالة شكون قال شكون؟ تيني نعرف أنا تيني مسمع في القهوة خرجت نلوج على صاحبي فخر الدين باش نلعب ما لقيتوش أخي عرضتني نعيمة الغولة عايش ولدي ما عادش تقول غولة عيب مالا علاش خطفت لي صحيبي قمر؟ عطاو كي تكبر نحكي لك بالمزد الواس تخطف فيه أخي اللي يحب واحد يخطفه هو زعما ما جالو شيء ما تخافش شيء ما جرى نعيمة زنبه تبارك الله عليها كانت تغسس عليه ما تخافش ما تخافش ما تغشش عليه تحب كان ريتوها كيفاش شدته من رقبته ودخلته الزنقه اوه قداش من مره باش تحكي لنا الحكايه تيز يعفو علينا بربي مر صحيبي خلي نلوج معاكم باهي باهي انا ما فهمتش الواس ما نمسوس نبلغوا الشرطه يا سمام يا جوره لو كان نبلغوا الشرطه ما يوليوا يبحثوا في قمير وتولي مشاكل نعيمه ترضى باش نعيمه المسكينه تدخل الحبس على خاطر تحب واحد وانت ما تعباس تدخل للحبس انا طوي زين نمشي سايق القهوه كان يسمع عرف الى ما يبلكني هاي سيدي نستو الواس ما نعملوش زواب للبلاغات المحليه اخي ما تفهمش ما قال لك صليح ما يلزم حتى حد يعرف ما قلت الشرطه قلت زواب للبلاغات ال اما لبس عليه يا ولا قمير بالله كان ما جاش يساقي في الجبيره لما نقلب الدنيا ونجيبه باهي يا ولاد الليله نتقابلوا بعد شقل الفتر ونعملوا دورة على الوكيل الكل ولازم نطلعوه واسكونوا بس نطلعوه وين ماشي يا شيخ؟ سامحني يا شادي ما قلت لك شيء عندي موعد مع أختي للا منا باش تكلمني في التليفون علاش ما كلمتهاش من داري؟ تعليها النفقات والأخصائر الزايدة هي اللي باش تطلبني من باريس في التليفون عند الحجة تو هكا يا شيخ الحجة مقرب لك مني علاش ما قلت لهاش تكلمك في داري؟ ما داخلش في خاطرك يا سي شادلي أما ما حبيتش منانا تسمع بالهدرة وبرا الله يسامحك يا شيخ باهي نتعداو الحجة ومن بعد نكملوا قضيتنا يبارك في عملك لوح عليك يا راجل لو كان فالح راهو جا من البارح كان مش يربحوا راهم ربحوا في التيران تاعهم
السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا 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 بلها. انست بسي شادي. اهلا انست. اشرقة الانوار، مرحبا بكم، تفضلوا. شنو؟ ما ثماش جريدة اليوم. اليوم خوك التيجاني مازال ما جاش، فهمت الله. وانت يا بنها مش باش يهديك ربي تغلط نهار تجي تحجم عندي. لا لا، انا كرمك الله نحجم في بقى اخرى. بالله ياك وراسك. تسمع اخويا شادلي ماو، هوك التليفونات عندي انا والحجامه في بقى اخرى. ايش كان عليه؟ واخي باش يضرب هالتليفون ومستناك ولا نمشي؟ يا سي شادلي ما تخلق شيء، يا حبل اش بالكم ادريجين اخرين وناخذوا ربي. باهي قعدنا سي. تعرف يا اخويا شادلي يتكلم بجد ولا هو عبد الستار كي قالك فهمت الله مشيش كي بصالية؟ ماهوش يفدك. بالله يزيني من عبد الستار وخنار. شنو خنار؟ شنو خنار؟ الراجل بكثرة النور سلمو زمرك. هو انا كرمك الله، انا كرمك الله ما سلمتش منه. اليوم في الصباح قال لي نشكي بي، نشكي بي انا. بالله حتى انت لاحقك الطش. شنو هذا؟ هاقا يا سي شادلي نسيت وذا على بالي فرد مرة. ما هو جاك سيدك اللي كنهار جا معاك هذاك سي سي عثمان. عثمان؟ اي، وجابك المفاتح نتاع الكهرباء. وقتاش؟ والله ما تلزنيش الكذبة، ما تقريبا البارح قبل ما نسكروا بشوية مع الأربعة، الأربعة غير ربع هكاك. تفضل. ما قالكش من ماشي؟ لا هكاك ما قاليش. هشام استناني دريج هذي تون رجعنا. عسلام. يسلمك. جاي تراجع في دروسك؟ شو باش نعرف؟ ربي ينجح. عايش؟ شنو؟ رجعت القشبية اليوم؟ ايه ماني في كونجي. قولي. نعم. ما ريتيش قمير؟ لا 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 ما ريتوش. يظهر لي البارح بيت في دار سعاد. حبيت نشوفه يدلنيش على برطمان احمد التواب. احمد التواب؟ اي احمد التواب صاحب قمر الزمان. عرفتيه؟ ما علاش فما واحد قال لي البارح في الليل اللي مريض شوية ما يقدرش هكا. وانت مين تعرف؟ نعرف بوه وجدو، هو ما يعرفنيش. قلت نمشي نطل عليه نشوفه يستحقش حاجة، والواحد يهوى عليه. هاي بنيتي سامحيني عطلتك. سنة 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 سي عثمان، عندي دريس سيد أحمد. أعطاه لي قمر زمان مرة من المرات. هات نكتب لك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، البلايزة تفتقت. لو كان نقول لهم خيطوا هيلي نولي الكشه فيا وفي الكليب. شكون منهم مازال تشد دبره ولا حلقه وتخيط اللطف؟ والاخرى مفيده وين؟ من البارح وهي الفوقاني هابط على الوطاني. اسم الله يا مفيده، مفيده مفيده. هانعم واشي يا بنيتي زين ايامك، نلقاش عندك فتيله خيط كباري باش نخيط بلوزتي. اصبري شوي حتى نكمل. حكت الخياطه نتاع لاله صفيه في العلي. قداش نقعد نستنى انا؟
تبارك الله عليك، قاعده كل يوم نطلب فيك في الخيوطه. ما فهمتش شبيك تغزل عليا انا بالذات هكا؟ نيه ننغزل نيه واخمش ظهر من البارح ملا تقلبت لا كلمه لا سلمه. اش انت تحبيني نقوم نرقص؟ لا ترقص لا تغني. قم يا عايشه، هذا الكل على عثمان؟ انا بدي غاضني الراجل، حطوا على الجرح يبرا. اما سامحني انت كثرت لها. يبايش تحبي عندي انت تو؟ ما نحب حتى شيء. على كيف مخيتي هو اللي هذا ينده في صلاح بلاده وانا ما فاهمه حتى شيء؟ لا فاهمه فاهمه عثمان، ما نحش اللي يمشي حتى حد ما سهل عليه. وانت حرقك عليه الحليب باهي، ما عادش تسهليني تو، خير ما خليك الدار ونخرج. اخرج هي نخرج، قعد كان انت برا. صباي ما غناني خيرش، اقعد فيها. يا شو؟ و و و و وين ماشية يا بنتي؟ ماشي العثمان، ارتحتي؟ اه كب سعد العار، قعد كان انا ما عندي لشكون نمشي. ايوه من قصدتك كان انت. ما زعمهم يالك يدوروا تليفون الفوق. على كيف مخيط؟ انا لا عندي شكون يطلبني لا نطلب حد. تنقص ولا تقعد ماني شايتك. وين مش في حتى حد مهز؟ ما تتفجعش بالك شريق دين والا في بقعه بعيده ما سمعوش. ليه 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 عمرها ما صارت وربي يستر. روضه شوف شوف الراجل شي حد الله يهديك.